السلام عليكم، مرحبا بكم بقناة مطبخ قمر. اليوم درت لكم بريوش خفيف وبنين، ان شاء الله هتجربوه ودروك ما نطولش عليكم باش نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. المقادير لله البريوش: نحتاج 200 مليلتر تاع حليب دافي، 200 مليلتر تاع الماء كيف كيف دافي، عندي حبة بياض البيض، عندي 4 مغارف كبار تاع الزيت يكون من نوعية مليحة، وعندي 3 مغارف كبار تاع السكر كلاس، 2 مغارف كبار تاع خميرة تاع الخبز، مغرفة صغيرة تاع خل أبيض، قرصة ملح، مغرفة كبيرة تاع لا مارغارين تكون خرجتوها من قبل من التلاجة تكون غامولي، وهنا عندي وحدة تاع حبة تاع زيت تاع تشينا وحبة زيت تاع حبة قارص، والفرينة اللي نلم بها العجينة تاعي. نبداو للتحضير. نوسي داك الحليب، قلت لكم يكون دافي، هذيك الماء، نضيف هذيك الخميره تاع الخبز هكذا، ودائما الخميره تاع الخبز تاعكم دائما تفقدوا مده الصلاحيه تاعها هكذا. هنا مغرفه كبيره تاع حوالي السكر كلاص، ومن بعد نضيف الاخرى، نخلط هذيك الخليط هكذا، هذيك مدابيا هذيك الخميره تاع الخبز هكذا، نحرحرها مليح مع ذيك الحليب والماء، ومن بعد نضيف هذيك الزيت وهذيك البياض البيض هكذا، وهنايا ديك لا ماكارين تكونوا خرجتوها من قبل من الثلاجه تكون غامولي، نخلط هذيك الخليط تاعي مليح، ومن بعد نضيف هذيك القرصه تاع الملح، ونكمل هذيك سكر كلاص، ونبدا نضيف الفرينه تاعي هكذا. وهاد البريوش يحب يكون شويه يجي يلصق، ما تكتروش الفرينه، الفرينه روح معاها غير بالعقل. راني نواسي هذيك الزاز تاع حبه تشينا وحبه قارص وهذيك الخل في الاخير، وندخل الفرينه تدريجيا حتى تحصل على العجينه تكون تلصق، هذا هو السر النجاح تاعها. راني نروح مع الفرينه غير بالعقل، هنايا يعني ما تحتاج لا العجل لا والو، هنا غير لمها هاك كيما راكم تشوفوا لازم تكون تلصق. وهنا حكمت ساشي تاع الكونجيلاتور كيما راكم تشوفوا هكذا، لازم تكون تلصق ساشي تاع الكونجيلاتور عادي يكون نقي، دهنته شويه بالزيت ماشي بزاف غير شويه هكذا، نواسي العجينه تخمر داخل الساشي، هذا هو السر الناجح تاع هذا البريوش باش يجي خفيف ويجي روعه. هاني نفد هذيك هكذا كما راكم تشوفوا العجينه تاعي تلصق، نغلق مليح الساشي ونحطها تخمر حتى تدوب لها هكذا، نغطيها مليح ونحطها في مكان باش تخمر لي. وهنا بعد ما خمرت لي كيما راكم تشوفوا ضعفت الحجم تاعها هكذا، عطيوها وقت تخمر وما تطولش في الخميره تاعها، يعني بالخفه تخمر. وهنايا راني نرش الفرينه طويله العمل، نحي هذاك العجينه تاعي نحيها في الساشي، هنا نقطع الساشي هكذا وما تلصقش، ما تخافوش تقولوها تلصق ولا ها ها كيما راكم تشوفوا ما تلصقش في الساشي، ها تزول بسهوله، هذا هو السر الناجح تاع هذا البريوش. هنايا عندي سنيوه وزدت فيها بابي كويسون هكذا، وهنا عندي فيرميسه تاع الشيكولا، وانتم ولا ما عندكمش فيرميسه تاع الشيكولا تنجموا تواسيو الشيكولا للطالي ولا تخليوهم هكذا، يعني هذا الذوق يولي ليكم. هنا نحاول نواسي الفرينه مليح ونقطع 12 قطعه هكذا، نحتاج 12 قطعه هكذا. وهنايا نواسي يدي فيها الفرينه، نحل هكذا وحده نبسطها مليح بيدي، ومن بعد نواسي في وسطها شويه فيرميسال تاع الشيكولا هكذا، ولا تنجمو تواسيو المعجون يعني شي اللي تحبوه. نغلق الحبه تاعي مليح، يعني نغلق الحبه تاعي باش ما تنحلش، ونحطها في سنيوه، وهاد السنيوه تنفد لي 12 قطعه هكذا،
نوري لكم واحدة أخرى كيف كيف. هنبسط ها مليح يعني غير هكذا في يدي نواسي، وكم نستعين بوحدة دايما نواسي يدي فيها الفرينة باش ما تلصقليش العجينة، حتى العجينة راهي خفيفة بزاف. هكذا نغلقوها مليح ونواسي وحدة قدام وحدة. نكمل كاع الكميه اللي عندي، وانا كي كملتهم كما راكم تشوفوا نغطيهم وكيف كيف نخليهم يخمروا حتى يضاعف الحجم تاعهم. وهنا كي ضاعف الحجم تاعهم حكمت صفى البيض مع مغرفه صغيره تاع حليب وشويه لافاني. هكذا في هذيك صفى البيض نحاول نطليهم غير بالعقل باش ما نطيح لهمش الخميره تاعهم، انا لازم ما تخليهم يخمروا لكم مليح. يعني نطليهم غير هكذا غير من الفوق باش ما طيحلهمش الخميره تاعهم، ونكون شعلت الفوق على 200 درجه نخليها تسخن شويه الفوق وندخلهم يطيب. وهنايا نشعلت لهم الفوق والتحت. وهنايا بعد ما طابوا لي كيما راكم تشوفوا داو هذا اللون، انا كنت كيما خرجتهم الفوق، ومن بعد هما هكداك سخونين رشيت عليهم سكر كلاص باش يشد فيهم، وكيما راكم تشوفوا وتواسيوهم وقدموهم للعائله تاعكم، يجيو خفاف وبنان وحاجه سهله كما شفتوني، يعني ما فيهاش مكونات كثيره. والحشو تاعكم كما راكم تشوفوا الحشو تاع الشيكولا، انتم لو ما حبيتوش تواسيو الشيكولا واسيو المعجون، يعني الحشو اللي ليكم. هنحل نوريها لكم كيش تجي، يجي خفيف بزاف وبنين، يجي كي القطن كما راكم تشوفوا هكذا يجي خفيف بزاف. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم عليكم غادي تواسيو جيم وشاركوا في القناه اللي يوصلكم كل جديد. ونتمنى ان شاء الله تدعيوا لي دعوه الخير. خليتكم على خير في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.